بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسى الاشتراك في القناة أخي الكريم وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد وتفعيل زر الجرس الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو على الخانة الحمراء لتتوصل بالجديد إن شاء الله عندما نرفعه على القناة. مرحبا بكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء في هذا الفيديو الجديد مع موضوع جديد على قناتكم إكسب. واليوم موضوعنا يكون إن شاء الله بعنوان فتح أكثر من 91 ألف منصب شغل في سنة 2021، وهي عدد مناصب التشغيل المرتقبة إن شاء الله في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 للسنة المقبلة، من بينها حوالي 47 ألف منصب توظيف في المناصب الشاغرة حسب ما أفاد يوم الخميس الماضي بالجزائر العاصمة المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد، وهو موضوعنا لنهار اليوم. وهذا في منشور له عبر جريدة الشروق، وجاء هذا عبر منشور تم نشره من قبل جريدة الشروق. يوضح فيه السيد مدير الميزانية فايد عبد العزيز ما دار خلال الاجتماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2021. لا نطيل عليكم الفيديو إخواني الكرام، سوف نذهب وإياكم إلى المنشور مباشرة ونقرأه وإياكم ونشرح كل ما جاء فيه من نصوص ونشرح كل ما جاء في فحواه. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا حتى نهاية هذا الفيديو، ولا تنسى دعم هذا المقطع. عزيزي المشاهد، أنت تشاهد الآن في هذا الفيديو، أن تضغط على زر الإعجاب تحفيزا وتدعيما لنا لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. فاصل ثم نعود. مرحبا بكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء، فقد عدنا إليكم من جديد من جريدة الشروق، والمنشور أمامكم كما تشاهدون. بلغ عدد المناصب التشغيل المرتقبة في إطار قانون المالية لسنة المقبلة أكثر من 91 ألف منصب، من بينها حوالي 47 ألف منصب توظيف في المناصب الشاغرة حسب ما أفاد يوم الخميس بالجزائر العاصمة المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد. وأوضح السيد عبد العزيز فايد خلال جلسة استماع باللجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية سنة 2021 أنه من المرتقب أن يبلغ العدد مناصب التشغيل للسنة المقبلة 91,642 منصب بأثر مالي إجمالي يقدر ب 35 مليار فاصل 52 دينار جزائري. يتضمن هذا الرقم فتح 44,915 منصب مالي جديد، وهذا إن شاء الله سوف يحد من ظاهرة البطالة، إلى جانب 46,722 منصب توظيف جديد في إطار المناصب الشاغرة حسب المدير العام، التي سوف يستفيد منها إن شاء الله أصحاب الإدماج عقود ما قبل التشغيل. والآن نمر إلى الموضوع الأهم من قبل عبد العزيز فايد، يفصل فيه طريقة توزيع هذه المناصب على مختلف القطاعات. كشف السيد فايد أن المناصب المالية الجديدة موجهة بشكل رئيسي للقطاع صحة 25,780 منصب جديد، والتربية الوطنية تتحصل على 14,641 منصب جديد. أما التوظيف في المناصب الشاغرة فإنه يتضمن خاصة 12,033 في قطاع التربية الوطنية و 7,309 للداخلية والجماعات المحلية، و 8,728 سوف تتحصل عليها التعليم العالي، و 3,705 سوف يتحصل عليها المالية، و 3,649 سوف يتحصل عليها التضامن الوطني. وسيرتفع بذلك عدد المناصب المالية من 2,293,000 منصب في 2020 إلى 2,338,000 منصب في 2021، وذلك دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة إن شاء الله. وبهذا الخصوص اعتبر السيد المدير العام للمالية أن عدد المناصب العمل الموجودة في الوظيف العمومي يفوق عمليا الاحتياجات ويتعدى المعايير المتعارف عليها في أوقات الأزمات. كتلة الأجور تمثل 59.5% من ميزانية التسيير. ومن جهاز المساعدة على إدماج المهني، أوضح المسؤول أنه سوف يجري السنة المقبلة إدماج
41745 مستفيد من هذا الجهاز، أي أصحاب الإدماج عقود ما قبل التشغيل. وإجمالا فإن عملية الإدماج ستشمل أكثر من 355 ألف مستفيد من الجهاز على مدار السنوات الثلاثة المقبلة بأثر مالي كلي يقارب 245 مليار دينار. ويضيف السيد فايت الذي أشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض التعقيدات الإدارية التي تعرقل هذه العملية، والتي ستعمل اللجنات الولائية على حلها تدريجيا ابتداء من 1 نوفمبر القادم. نفهم بأن عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل سوف يتم على ثلاث مراحل وهي ثلاث سنوات، وسوف يتم إدماج 355 ألف مستفيد من هذا الجهاز في ظرف ثلاث سنوات إن شاء الله. وفي نفس الإطار كشف المدير العام أن ميزانية التسيير لسنة 2021 تضمنت زيادات في نفقات رواتب العمال، إدارات مركزية ومصالح غير ممركزة ب 63.40 مليار دينار، حيث انتقلت من 2000 مليار و 243 ألف دينار في سنة 2020 إلى 2306 مليار في سنة 2021، أي بزيادة 2.83%. وفيما يتعلق بالكتلة الإجمالية للأجور المتوقعة لسنة 2020 فهي تقدر ب 3162 مليار دينار جزائري، وهو ما يمثل 59.5% من ميزانية التسيير حسب نفس المسؤول. وهنا ننتهي إخواني الكرام إلى نهاية هذا الفيديو وهذا الموضوع معكم. أتمنى أني قد أفدتكم واستفدتم من هذا الشرح، ونال هذا الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب واشتراك في القناة إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو على قناتنا. ولا تنسوا أن تتركوا لنا استفساراتكم وأراءكم أسفل هذا الفيديو، وسوف أترك لكم رابط هذا المنشور هذا الفيديو من يريد أن يقرأ هذا المنشور، فلا مشكلة إخواني الكرام. وهنا ما بقي إلا أن أودعكم، نلتقي في موضوع قادم وفيديو جديد على قناتكم إكسب. بالتوفيق للجميع، ألقاكم بخير وعلى خير، طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Just what I do, and I hope you let me in, yeah.